بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وحبيبي رسول الله، السلام عليكم. إذا كان صوتي مسموع أرسل رقم 1 داخل القاعة. مقدم الدورة الأستاذ محمد عزيز الضميري، حاصل على الماستر في الإعلاميات ودبلوم كذلك في الدراسات العليا متخصص في الإعلاميات، ومهندس في الكيمياء ومدرب دولي معتمد من الأكاديمية العربية بالتعليم والتدريب المفتوح، ومستشار اتحاد مراكز تدريب الوطن العربي، ممثل موسوعة التكامل الاقتصادي العربي، مشرف ومحاضر في مركز مسجد الشام، مدرب في الخرائط الدينية، مسعف ومستشار التدريب في التعليمات الأولية، مدرب في الحساب الديني، وباحث ومطور في البرامج تعليم الأطفال، وقائد بالحركة الكشفية، حامل للشارة الخشبية. هذه خريطة تلخص دورة عجلة الحياة، وهنا سنرجع إلى البارحة ونتذكر أن في البداية عرفنا معنى الحياة، وقلنا الحياة هي مزيج من الفرح والحزن والتشاؤم والتفاؤل، هي صورة دينية، وقلنا للحياة أركان، وأركانها متعددة، منها ما هو ديني ذاتي عائلي عملي مالي مجتمعي صحي وعلمي. ولننجح في الحياة يجب أن نعمل على النجاح في كل الجوانب. وقبل أن ندخل في أركان الحياة تكلمنا عن السعادة، عن مصادر السعادة، فوجدنا أن كل واحد يتكلم من منظوره الخاص عن مصادر السعادة. هناك من يقول المعرفة، هناك من يقول المال، هناك من يقول المنصب، هناك من يقول الاكتشاف الترحال أو الأسرة. وكذلك تكلمنا عن النظريات التي تكلمت عن السعادة أو الوصول إلى السعادة. هنا نتذكر هرم ماسلو، أي إشباع الحاجات، العادات السبع، والحياة المتوازنة التي نحن بصددها. وانتقلنا إلى مرحلة أخرى وتكلمنا عن طريقة رسم عجلة الحياة، وعرفناها أن عجلة الحياة تشبه عجلة السيارة أو عجلة الدراجة. وتكلمنا عن المراحل رسم العجلة، في البداية نرسم ثم نحدد ثم نحلل ثم نوازن. كيف نرسم؟ نرسم دائرة ونقسمها إلى 8 جوانب، 8 مثلثات متساوية، ثم نرسم داخل هذه الدائرة دوائر صغيرة من الأسفل إلى الأعلى، ثم نقوم بتحديد كل ركن من أركان الحياة مستواه عندنا، ثم نقوم بتحليله. مثلا إذا كان عندنا ركن الديني ضعيف أو ركن الدين فيه إشكال، نقوم برسم دائرة أخرى ونقسمها نفس التقسيمات، ثم نكتب العبادات ونفصلها، الصلاة، الزكاة، الصيام، ثم نكتب قراءة القرآن، نكتب الصدقات، ثم نكتب العمل التطوع لأنه يدخل ضمن ما هو ديني، ونحدد في أي هذه الأعمال عندنا نقص. مثلا إذا كان في الصلاة نضع علامة للصلاة، هل نحن نصلي في الأوقات، هل نؤخر الصلاة، هل لا نصلي تماما، هنا نضع علامة لكي نعرف بالضبط أين الخلل لكي نعمل على حل الخلل. مثلا ضعف الصدقات أو التصدق، هنا أتذكر فكرة ممتازة وجيدة، حاول
حاول أن تضع مبدأ أو قانون خاص بك. كلما ارتكبت خطأ أو لم تقم بتأدية الصلاة في وقتها، قم بالتصدق، قم بفعل آخر تحاول به أن تمحو ذاك الخطأ. ومن بعد ذلك سننتقل إلى محور آخر، وهو معنى الحقيقي للتوازن. التوازن في العربية معناه التساوي والتعادل. في السياسة الاستقرار وعدم التوتر. في الاقتصاد الاستقرار بين العرض والطلب. في الدين إعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقصان. إذن هنا نلاحظ معنى التوازن في مجالات مختلفة. إذا تكلمنا عن السياسة فهو الاستقرار، الاقتصاد هو التوازن بين العرض والطلب أو ترابط بين العرض والطلب، وعندما نتكلم في الدين فإننا نتكلم عن إعطاء كل شيء حقه بدون زيادة ولا نقصان. وهنا يجب أن نذكر أنفسنا بالأدوار التي نلعبها في الحياة. هناك الإنسان له أدوار متعددة حسب الركن المتواجد. مثلا إذا كنا نقول الركن الثقافي، إنك تلعب دور المثقف. في الركن الروحي، إما مسلم إما مؤمن إما محسن، حسب الدرجة التي ترى فيها نفسك أو الدور الذي تقوم به. ثم نتكلم عن التكامل. كل جانب من جوانب حياتي يؤثر في الجوانب الأخرى سلبا أو إيجابا. بمعنى عندما أتكلم عن الجانب الروحاني، إذا كان في الواقع عندي جانب روحاني مرتفع، ستجد نفسك في الجانب العائلي والجانب الاجتماعي ستجد نفسك متميزا فيه. والتوازن لكل جانب من جوانب حياتي حدود. هناك لكل جانب عنده وقت وجهد ومال لا يتعدى على غيره من جوانب أخرى. مثلا الصلاة عندها وقت محدد، فيها جهد محدد ولا تبذل فيها مال. الزكاة عندها وقت محدد بجهد محدد بمقدار محدد. الركن الصحي مثلا تمارس الرياضة، عندك وقت محدد بجهد محدد بمبلغ مال تؤديه لكي تقوم بالعملية الرياضية. الأولويات. هناك جانب في بعض الحالات يكون عندنا أولوية عن الأخ، مثلا عن الصلاة ولقاء صديق ومشاهدة مباراة. الأولوية للصلاة ثم لقاء الصديق ثم مشاهدة مباراة. وهنا سنقسم الأدوار، سنأتي ونكتب كل دور ونكتب له هدف طويل المدى، ثم نقسمه إلى قصير المدى متوسط المدى ونقسمه. لأن مثلا أنت زوج، ما هو الهدف من زواجك أو الأهداف التي تريد أن تحققها في الزواج؟ أو أنت كاتب، ما هي الأهداف التي تريد أن تصل إليها؟ أن تكتب مثلا عدد من الكتب أو عدد من المقالات. وهنا ستقسم في أي وقت، مثلا ستكتب 100 مقالة في عام أو في عامين وتحدد للزمن. وعندما تحدد الزمن ستقسم هذه المقالة، مثلا 100 مقالة في عام، إذا في كل شهر سأكتب 10 مقالات أو 9 مقالات. هنا تكون قد حددت بالدار. وعندما تقول في شهر، ربما تتكلم في يوم أو يومين أو أسبوع كم من المقالة ستكتب. إذن من خلال معرفة دورك ككاتب ستحدد الأهداف التي تريد أن تنجزها. وهنا نرجع إلى طريقة الأهداف الذكية. كما هو معلوم أن الأهداف الذكية تعتمد على 5 أشياء مهمة: أن يكون الهدف محددا ودقيقا، أن يكون الهدف، كلما كان الهدف دقيقا سهل تحقيقه، كما قال المدرب يحيى محمد جاد، كلما كان الهدف دقيقا ومحددا كلما سهل علينا تحقيقه. كذلك الهدف يجب أن يكون له طريقة للقياس،
قياس المدة، قياس الكمية. مثلا عندما أقول 100 مقالة، عندنا مقياس 100 مقالة. 100 مقالة مثلا في كل مقالة 30 سطرا أو 40 سطرا أو 1000 كلمة. كذلك أن يكون واقعيا، لا تقول لي أن تكتب مقالة فيها 10,000 كلمة، هذا أمر غير واقعي. سنتكلم عن كتاب وليس عن مقالة. هذا الهدف له نتيجة في الآخر. مثلا عندما تكتب مقالات أنت تريد أن توصل رسالة معينة من خلال تلك المقالات، إذا عندك نتيجة تريد أن تحصل عليها. وكذلك أن يكون محددا بوقت زمني فيه زمن البداية وزمن النهاية. معظم الناس يكتبون زمن النهاية فقط، لا، زمن البداية وزمن النهاية لكي تعرف هل في الواقع أنت قادر على تحقيق الأهداف أم أنت عندك أمنيات فقط. وهنا السؤال الذي يطرحه الجميع، هل من الممكن تنفيذ عجلة الحياة وبشكل واقعي؟ ما جوابكم؟ نعم. والباقية إيمان كذلك نعم. هناك مقولة تقول من مارس الشيء أوتي حكمته، أي بالممارسة اليومية وبالمثابرة سنصل إلى المبتغى. الظروف هي شماعة نعلق عليها آمالنا. كلمة الظروف التي دائما نتحجج بها هي شماعة. وسأقول لكم انطلاقا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة، ستعرفون أن الظروف التي انطلق فيها الإسلام كانت ظروف جد صعبة. رغم ذلك واصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل الرسالة. جميع الأنبياء كانت ظروفهم صعبة إذا أردنا أن نعلق، ولكن عندما تريد أن تحقق أمرا ما يجب أستاذي العزيز، أستاذي نصر الدين، أعرف أنت من غزة، أعرف جيد. ورغم ذلك إذا أنزلنا هذا الشيء على منزل الحقائق التاريخية سنجد أن مهما كانت من الظروف تجد أن الناس الناجحين هم الذين قهروا تلك الظروف. والدليل القطعي لكي نكون عمليين هم الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في زمن قريش تريد قتلهم فتكاهم بلال، مثال بسيط، بلال وما أعظم بلال. لقي من التعليم ما لقي، ولكن بقي ثابتا حتى أصبح مؤذن لرسول الله. بمعنى الإنسان الذي يريد أن يصل بالمثابرة وتحدي الصعاب يصل. ودائما المقول التي يجب أن نتعلم ونطبق، من مارس الشيء أوتي حكمته، أي بالممارسة، بالمداومة، بالمثابرة. انظروا إلى ذلك اللاعب في السيرك، نعم، من صار على الدرب وصل. انظروا إلى ذلك اللاعب في السيرك الذي يمشي على الحبل الرفيع، هل تظنون أنه في المحاولة الأولى استطاع أن يمشي على الحبل؟ أتظنون أنه لم يسقط يوما ما؟ ولكن في الأخير عندما يطلع الحبل يتحرك بسلاسة وبسهولة عن الحبل، لأنه مارس هذا الشيء، عاوده باستمرار حتى تعلم كيف يمشي على ذلك الحبل الرقيق. لذلك نحن يجب أن نمارس وأن نحاول وأن نحاول حتى نوتي حكمة الأشياء و سنصل إلى المبتغى الذي نريده. الحياة بدون عجلة الحياة هي أن تنجح في كل شيء إلا الترفيع النفسي. مثال بسيط، الإنسان عندنا في العرب أو عندنا في الأماكن القريبة من سكنه، أي في إسبانيا مثلا، أنا قريب من إسبانيا جدا، تجد أن الناس هناك يعملون، ولكن الترفيه بعد الناس. تجد أنه بكثرة أنه يريد أن يحقق بعض الأحلام ينسى نفسه. كذلك يمكن أن تكون هناك إشكالات عائلية فتهمل دراستك. بمعنى عندما نتكلم عن عجلة الحياة يجب
كل شيء تعطي له حقه. أن تشتري ما تحب بداية الشهر وتنسى متطلبات نهاية الشهر. معظم الموظفين عندهم هذا الإشكال، معظم الموظفين عندهم هذا الإشكال، عندما يأخذ الراتب في أول الشهر يصرفه وفي آخر الشهر إما يستدين أو ينتظر حتى تأتيه الأجرة من جديد، ونفس الشيء وهو يجري في هذه الدائرة أو في هذه الدائرة دائما. أن تكون موظفا ناجحا في نفس الوقت أبا وزوجا وابنا فاشلا، وهذا رأيتموه في المسلسلات وفي وقائع تسمعونها تقرؤونها في الجرائد. معظم الموظفون الناجحون الذين نعرفهم تجدهم عندهم مشاكل كبرى، مثلا الفنانون الناجحون ستجد أنه أبناءه وزوجته تجده فاشلا في التعامل معهما. أن يصل عمرك 50 سنة وتجد نفسك مملوءا بالأمراض لأنك أسقطت ركن الصحة في حياتك، وهذا ما وقع لي لأنني كنت أقرأ وأدرس في مجالات معينة وكنت لا أهتم بصحتي وكنت أنام قليلا، مما أدى إلى ظهور السرطان عندي في مرحلة عمرية مبكرة عن 50. لذلك أوصيكم وأوصي نفسي أن ركن الصحة ركن جد مهم يجب أن نهتم به. الحياة مع جد الحياة هي ديناميكية متواصلة، هي حركة متواصلة، هي عندنا تفاعل في كل شيء. إذا لاحظتم هذه الصورة هو يجري أي يتريض أي يهتم بالجانب الصحي ويقوم بالمكالمات أي يقوم بعمله، بمعنى هو مزيج من الأركان وليس ركن واحد فقط. والسؤال الذي أطرحه، هل يمكن إدارة الحياة؟ ممكن، والباقي أين أنتم؟ نعم، ولكن لحياتنا أنت تريد وأنا أريد ويفعل الله ما يريد. لا يمكننا أن ندير الحياة ولكن يمكننا إدارة أفعالنا. الحياة في مجملها لا يكون إدارتها، ولكن يمكننا التحكم في تصرفاتنا في أفعالنا. وهنا سنرجع إلى المثال الذي نعطيه بالنسبة لإدارة الوقت. قام أستاذ جامع في الجامعة بإحضار دلو ووضع فيه صخور كبيرة وسأل الطلاب هل الدلو قد ملئ؟ قالوا كلهم نعم بصوت واحد. فقال لهم هل أنتم متأكدون بأن الدلو ملئ؟ ثم سحب حصات صخور متوسط الحجم ووضعها داخل الدلو وسأل مرة ثانية، فتردد بعض التلاميذ وقالوا نعم قد ملئ. ثم سحب كيس من الرمل وزاده على ما بقي فسألهم هل الدلو ملئ؟ فأجاب ثلاث تلاميذ نعم. ثم أخذ قنينة ماء وسكبها على الدلو فقال لهم في الأخير الآن قد ملئ الدلو. قد يتساءل الناس ما معنى الصخور الكبيرة؟ الصخور الكبيرة هي الأهداف الاستراتيجية، الأهداف الكبرى في حياتك. وتذكروا أن في الحياة يجب أن تضعوا الصخور الكبيرة هي الأولى، مثل الدراسة، مثل الحصول على شهادة معينة هي صخرة كبيرة في الحياة، العمل هي صخرة كبيرة، الزواج صخرة كبيرة. وهنا سأعطيكم مثال لتأسيس أسرة جديدة. الحجر الكبير هو الزواج في حد ذاته، حجر متوسط وامتلاك سيارة، وحجر صغيرة هو شراء هاتف جديد. حسب هذا الترتيب في جميع الجوانب، أعطوني جانب وأعطوني أمثلة عليه. أنتظر، وعليكم السلام. أعطوني جانب وأعطوني أمثلة عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطوني مثال لأحجار كبيرة في الجانب الصحي.
وعليكم السلام. أعطوني مثال عن الجانب العلمي مثلا. الجانب الصحي التغذية، الجانب الصحي تعلم الديني، الجانب الروحاني. في الجانب الروحاني سنتكلم عن أحجار كبيرة: الصيام، الزكاة، الصلاة. أحجار متوسطة هي عندنا النوافل، الأحجار الصغيرة عندنا صلوات غير النوافل. بالنسبة للصلاة مثلا، بالنسبة للزكاة الحجر كبير الزكاة، أحجار متوسطة الصدقات أو زكاة العيد، والأحجار الصغيرة هي الصدقات. في التغذية مثال بسيط: من الضروري يوميا أن تتغذى وتشرب ماء بكيفية معينة، بمعنى ثلث ثلث ثلث، ثلث للغداء ثلث للنفس وثلث للماء. أحجار متوسطة في التغذية هو أن يكون عندك مثلا في الحجر الكبير نظام معين، ويمكن خلال الأسبوع تغير من ذلك النظام. الأحجار الصغيرة جدا هي إضافات عن التغذية العادية. هنا سأعطيكم مثال تطبيقي واقعي عن تطوير الذات. الأحجار الكبيرة هو أن تقوم بالتخطيط الاستراتيجي وتنمية مهارات والقدرات. الأحجار المتوسطة أن تحضر دورات تدريبية وممارسة الهوايات. الرمال أو الأحجار الصغيرة هي أن تسمع إلى الفيديوهات واليوتيوب وأن تسمع في الواتساب. أما في الواقع حضور الدورة أمام مدرب ليس كالاستماع إليه. وهذه المهمة الاستراتيجية مهمة مؤقتة. كيف ذلك؟ فتستغل مثلا شهر أو شهرين أو 3 أشهر على الخطة الاستراتيجية، وتقوم بتنفيذها في المهام الدائمة، هي المهام الدورية، هو التخطيط لليوم، هو التخطيط للأسبوع وللشهر وللسنة، وتقوم بعملية التقييم. قال المدرب الرائع يحيى محمد جاد: التخطيط الجيد ينير لك الطريق ويبعدك عن المفاجآت. ممتاز، لأنك تضع الخطة ألف والخطة باء والخطة جيم. يمكنك أن تضع 3 خطات لحياتك، لأن الحياة مملوءة ممتلئة بالمفاجآت. هنا سأعطيكم مثال آخر، مثال واقعي وتطبيقي، انتظروني. في الدراسة مثلا، في التطور الدراسي، الأحجار الكبيرة هي الدراسة العليا مثل الحصول على الدكتوراه أو الماستر، المساهمة في البحث العلمي وتأليف كتاب في تخصص. الأحجار المتوسطة هي قراءة كتاب، تقديم دورة تدريبية في المجال، كتابة مقالات تخصصية في المجال. والرمال أو الأحجار الصغيرة هي البحث في الأنترنت ومجالسة أهل العلم وزيارتهم والحضور الندوات. المهام اليومية هو تخصيص ساعة للقراءة والكتابة يوميا، أسبوعيا نشر جديد من المهتمين والزملاء. هنا أتكلم ليس نشر ما تكتب أنت فقط، بل ما يكتبه الزملاء. شهريا وحضور فعالية النادي، اقرأ، زيارة المكتبات التابعة الجديدة، شراء كتب الأطفال. سنويا إعداد خطة للقراءة السنوية، أي تحدد أي كتاب وعددها التي ستقرأها في السنة. من يمكن أن يعطيني مثال واقعي عن مثلا التطور ويطبق في الأحجار الكبيرة، الأحجار المتوسطة، الرمال؟ أنتظر منكم تطبيق مثل هذا الشكل عن التطور، أريد أن أراه الآن على الشاط. في الأخير أقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يسرنا الأمر وجعله رطبا وسهلا لسيدنا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وحبيب رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.